يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال المصنفون حفظه الله تعالى المسألة السادسة الحج. الحج هو المنع من كل الميراث أو بعضه وجود شخص آخر أحق منه، وهو على قسمين: حجب الأوصاف ويكون في من اتصف بأحد موانع الإثم كاليبقي أو القتل أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم ويدخل على جميع الورثة. حجب الأشخاص وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق، وهو على قسمين: الأول حجب الحرمان، وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت. الثاني حجب نقصان، وهو منعه من إرث أكثر من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه، ولذلك سمي حجب الأشخاص، وهو سبعة أنواع: الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان كالزوجين والأم وبنت الابن والأخت للأب. الثاني الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن. الثالث انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. الرابع انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الاب. الخامس المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس. السادس المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض. السابع المزاحمة في العول، في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول. وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسألة السادسة الحجب، والحجب لغة بمعنى المنع، الحجب لغة بمعنى المنع، ومنه حجاب المرأة لأنه يمنع المرأة من السفو، لأنه يمنع المرأة من التبرج والسفو. فهذا الحجب لغة، والمقصود بالحجب في باب الميراث أنه على قسمين، هو على معناه في اللغة، لكنه في باب الميراث يشمل نوعين من الحجب، يشمل حجبا بالصفة، ويشمل حجبا، وهذا القسم الأول، والقسم الثاني يشمل حجبا بالأشخاص. أما الحجب بالصفة فالمقصود به هو منع مستحق للميراث، هو المنع من الميراث بالكلية لمن قامت به صفة من صفات المنع. المقصود بالحجب بالوصف أن من قام به، يعني هو المقصود به الحجب من الميراث بالكلية لمن قامت به صفة من صفات المنع أو سبب من أسباب المنع،
وأسباب المنع الميراث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. كذلك قال الرحبي رحمه الله تعالى، قال: يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. الرق مانع، لأن العبد لا يملك شيئا، فالرق يمنع من الميراث. رق والقتل، والقتل كذلك، والقتل هنا سواء قتل العمد أو قتل أو في قتل الخطأ أو قتل العمد، لا يختلف هنا في القتل في المنع، حتى لا يدعي مدعي أنه قتل خطأ ثم أنه قتل مورثه يعني عمدا. واختلاف الدين، الردة، صلى الله السلامة والعافية، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ثابت في الصحيح في صحيح مسلم وغيره: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، فهنا فاختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فهذا يسمونه حجب بالوصف، إن من قامت به صفة من هذه الصفات الثلاثة، الرق أو القتل واختلاف الدين، فإنه حينئذ فإنه يمنع من الميراث بالكلية. طيب، فلو ضربنا مثال على ذلك، مات مثلا، تفضل يا احمد، مات عن زوجة وابن قاتل وعم، مات عن زوجة وابن قاتل وعم، فلو أردنا أن نحل هذه المسألة، الزوجة لها كم؟ لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، يبقى الزوجة لها الربع. طيب، والابن القاتل، ابن القاتل محجوب لماذا؟ أنه قام بوصف يمنعه من الميراث بالكلية، لأن قاعدة التوارث جاءت على قاعدة التراحم وعلى قاعدة الأرحام. نعم، فهو كفر بهذه القاعدة، فلذلك حرمته الشريعة، ولذلك من القواعد الشرعية: من عوقب شيء، من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. فعلى ذلك الابن القاتل سيكون محجوبا، والعم هو الذي يرث الميراث عصبة، لأنه أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض، والمسألة تكون من كم؟ من أربعة، فللزوجة ربع يعني واحد، والابن المقتول والابن القاتل ليس له شيء، والعم له ثلاثة أرباع المسألة. نعم، حتى لو كان القاتل حتى هينع الزوجه، لا لا لا، ولا يمنع ولا شيء، لا شيء، بتأسف الزوجه لها ثمن، هينزلها استغفر الله، الزوجه لها ثمن، لانه طلب، لانه هو هيحجب الزوجه حجب شخص، لكن هو محجوب بكليه. فعلى ذلك تحل المسألة على وجود شيخ خالد خالص، لكن لا يحجب بارس، لا يرث، لكن يفعل بالباقي، هو هي المسألة هنا، ويكون من انتصف بإحدى هذه المواد، لا، هنا في مسألة مهمة جدا، ارجع المسألة تانية لو سمحت، ارجعها ربع، مش هيعجبها. الابن القاتل اللي هو، وهذا هو الخلاف بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص. فالابن القاتل طالما قامت به الصفة، وجوده كالعدم، وبالتالي لن يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن، هي الزوجة هتاخذ الربع وليس الثمن. لماذا؟ لأنه حتى قال لك: فمن اتصف واحدة من هذه الأوصاف لم يرث، وجوده كالعدم، يبقى لم يؤثر على الزوجة، فهو كأنه لم يوجد. وعلى ذلك تقول المسألة: الزوجة لها الربع، والابن القاتل المحجوب، والعم له ايه؟ له ثلاثة أرباع المسألة، لكن لأنه لن يؤثر في ذلك، أنه هو لأن وهذا هو الفرق بين الحجب بالوصف وبين الحجب بالشخص. حجب الشخص ممكن ينزل، لو لم يكن هذا الابن قاتلا لحجب العم، نعم، وكذلك حجب الزوجة حجب ايه؟ حجب نقصان. إذا القسم الأول من الحجب هو حجب بالوصف، فمن انتصف بصفة من الأوصاف المانعة من الإرث، صار وجوده كالعدم. ويدخل هذا طبعا، يستوي في هذا جميع الورثة. افرض ان في زوج قتل، خلاص
لن يأخذ شيئا من يعني من زوجته. جميع الورثة، جميع الورثة. فوالد قتل ابنه مثلا، قتل الشخص نفسه ولا يعني؟ لحظة، الأب قتل ابنه لن يرث، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، قتل عموم مفرد محلى بالألف ولا بصيغة عموم، يشمل جميع أنواع الورثة لو توفرت فيهم هذه الصفة فيصير كالعدم، فيصير كالعدم. القسم الثاني هو حجب الأشخاص، وحجب الأشخاص وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق. ولما المقصود هنا بالحجب عند في المواريث، غالب كلامنا عن الحجب هو حجب حجب الشخص وليس حجب الأوصاف. وحجب الشخص هذا منه ما هو حجب حرمان، كالأبي عندما يحجب الجد، فالأب مع وجوده يحجب الجد، وكالأبي مع وجوده يحجب الإخوة الأشقاء، وكالإخوة لأم يحجبهم الفروع، الفروع والأصول، هذا أيضا كله حجب إيه؟ حجب حرمان، نعم. والإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأبن، والإخوة لأبن يحجبون الأعمام ولا لا، والأعمام يحجبون أبناء الأعمام، أي أبناء الأعمام. إذن حجب الحرمان هو منع شخص معين من الإرث بكله، ويدخل على جميع الورثة عدا ستة من الورثة. في ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، قد يحجبون حجب نقصان لكن لا يحجبون حجب حرمان أبدا. الزوجان والوالدان والولدان، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان أبدا لابد. فالزوج والزوجة قد ينزل قد يحجب من قد ينزل الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة لوجود الفرع الوارث من الربع إلى الثمن. والوالد كذلك، الوالدان الأب والأم، قد ينزل الوالد من التعصيب إلى 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 فرد أقل منه وهو السدس مع وجود الفرع الوارث، وقد تنزل الأم من الثلث إلى السدس مع وجود الجمع من الإخوة أو وجود الفرع الوارث. لكن يبقى هي ما زالت بتارث ولا لا؟ والولدان، الولدان تغليبا الولد والبنت، لا يمكن أن يحجب أبدا أبدا، لأن الولد يرث تعصيبا والبنت لها إيه؟ والبنت لها النصف، فلا يمكن أن يعني أن أن أن, أن تحجبها أبدا في 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 مثل ذلك. طيب، إذا النوع الأول وحجب الأشخاص هذا ينصرف، وهو والمقصود في باب لما ينصرف يعني كلامنا في لما ينصرف كلامنا في إذا أطلقنا القول بالحجب في باب الميراث، فإننا نقصد بذلك حجب الأشخاص، ينقسم إلى حجب الحرمان، واتفقنا أن حجب الحرمان أنه يحجب بالكلية كما ذكرنا هنا مثلا. لا، هذا حجب إيه؟ حجب بالوصف. لكن حجب الحرمان على النوع الذي ذكرته لكم عدا ستة من الورثة لا يحجبون حجب حرمان أبدا، وهم الزوجان وهم الوالدان والولدان والزوجان. يبقى حينئذ هذه قد يحجب حجب نقصان لكن أو ينتقل من فرض إلى تعصيب، لكن لا يحجبون حجب حرمان. الثاني هو حجب نقصان، وحجب النقصان هو منع من إرث أكثر إلى إرث أقل. مثل ماذا؟ مثل حجب الأم من فرض الثلث إلى السدس عند وجود الجمع من الإخوة أو عند وجود الفرع الوارث، نعم. ومثل كذلك حجب الأبي من التعصيب إلى الفرض الذي أقل منه، نعم، لأنه وهو الثلث مع وجود الفرع الوارث، وهو مع وجود الابن، نعم، هكذا. وحجب الزوج أو الزوجة من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث، أو حجب الزوجة من الربع إلى الثمن عند وجود كذلك الفرع الوارث. نعم، طبعا قد يكون حجب النقصان أيضا، حجب النقصان قد يكون بسبب له بسبب الازدحام في الفروض أو العصبات. الازدحام، يعني مثلا تكون عنده أكثر من زوجة، يبقى كل عنده ثلاث زوجات، يبقى الثلاث زوجات لهم إيه؟ مع بعض الربع والثمن، يبقى العدد ده عمل الزحمه دي، الازدحام في الفروض او العصبات بيسبب ايه؟ بيسبب النقصان ولا لا؟ فهو داخل في ذلك.
ومثل ازدحام الأبناء في العصبات، مات عن 3 من الأبناء، فهم 3 يعصبون بعد أصحاب الفرائض، لكن يعني قطعا 3 حيقصر المال على 3 يبقى داخل أيضا في الازدحام هذا. لذلك يقول هذا النوع يشمل 7 أنواع، 4 انتقالات اللي هو حجب النقصان يشمل 7 أنواع، 4 انتقالات و3 ازدحامات. أما الانتقال قال انتقاله من فرض إلى فرض أقل من انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان اللي هو إيه؟ مثل كالزوجين وكالأم وبنت الابن والأخت الأب، كل هذه الزوجان لهم إيه؟ مش الزوجان لهم فروض، لهم فروض بين النصف وبين الربع للزوج، وبين الزوجة بين الربع والثمن، والأم بين الثلث وبين السدس، وبنت الابن النصف والسدس عند وجود الفرع الوارث الأعلى، والأخت الأب لها النصف إذا انفردت عن أختها الشقيقة مع أختها الشقيقة يبقى لها السدس. يبدأ هذا انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، فهمنا مسألة؟ طيب، والثاني انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن ما يعصبون، يشمل إخوة، يشمل الأخت الشقيقة مع من يعصبه، يشمل أخت الأب مع من يعصبه، ويشمل بنت الابن مع من يعصبه، نعم، ويشمل بنت الابن كذلك مع من يعصبه. هذا في حق ذوات النصف والثلثين، يعني لو في بنتين ومعهم ايه، في بنتين معهم ابن، يبقى يعمل فيهم ايه، هياخذهم من فرض، ما لو كده لو بنتين فقط يبقى لهم الثلثان، لكن لما كان معهم اخوهم يبقى خذهم الى ايه، خذهم الى العصبات، يبقى انتقال من فرض الى تعصيب، ولذكر فيها مثل حظ الأنسيين، نعم. يبقى الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، يعني كالزوجين وكالأم وكبنت الابن والأخت الأب. الثاني انتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق يعني ذوات النصف والثلثين إذا كان معهن من يعصبهن. الانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأبي، نعم، إذا كان معه ابن فينتقل من التعصيب إلى السدس، نعم، في حق الأب والجد من إرث بالتعصيب إلى الإرث يا بالفرض. طيب، والرابع النوع الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، نعم، من تعصيب إلى تعصيب أقل، وهذا في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع إيه؟ مع البنت وبنت الابن. لماذا؟ لأن مع البنت وبنت الابن هي تصير البنت النصف والأخت الشقيقة لها النصف، لكن الأخت الشقيقة مع أخيها لها ثلث، هتأخذ يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. كل ده داخل في إيه؟ الكلام ده كله هو يضرب لك أمثلة على الحجب النقصان. فهذه 4 انتقالات، وهناك 3 ازدحامات. ازدحامات يعني يكون في الفرض او التعصيب اكثر من واحد فيزدحموا، كالمزاحمة في الفرض، كازدحام ايه؟ كازدحام الزوجات في فرض الربع او الثمن، لو 4 زوجات او لو 3 زوجات، كل الاربع زوجات لهم الربع او لهم الثمن عند وجود الفرع الوارث، وكازدحام الابناء في العصبات، له 3 ابناء او له 4 ابناء، له 5 ابناء، يبقى التعصيب يقسم على 5 ابناء. لماذا دخل في حجب النقصان؟ لأن أكيد لو كان واحد، لو كان يبدو لوحده كان أخذ جميع المال، لكن لو كانوا 2، طب لو كانوا 3 أو 4 يبقى كذلك. النوع الرابع المزاحمة في العول، وإحنا نريد أن نفهم العول. العول هو زيادة في السهام يماثله نقص في الأنصبة، زيادة في يعني في سهام ذوي الفروض، ها، يقابله ايه؟ نقص في الأنصبة. مثلا قد يزدحم أصحاب الفروض، يكون هناك فروض، ها، يكون عندك مثلا، يكون هناك مثلا زوج، اكتب كده مثلا ماتت عن زوج،
وماتت عن زوج وبنت ماشي وبنتين وبنتين ماتت عن زوج زوج وبنتين نعم وأخت شقيقة مثلا وعم خلينا كده ينحل هذه المسألة. ماتت عن زوج وبنتي وجدة وأب. الزوج له كم؟ اكتب الربع لوجود الفرع الوارث. والبنتين الثلثين. طيب ثلثين. والجدة لها السدس. والأب يعمل ايه؟ هيعصب. ولا في فرع وارث؟ لا ما هو فرع وارث بس هو اولى رجل ذكر خلاص. هنا ما هي البنت دي هتاخد الثلثين الاب هياخد انا يعصب عصبه عين مش هياخد سدس. حل المساله كده من كام مساله؟ ها 12. طب حل كده مساله 12. اكتب 12 كده ماشي. الاربعه كام؟ ماشي. والبنتين 8. طيب والجده اثنين. هنا الاب هنا عشان انا هيبقى عنده مشكله هنا في العصبه هنخليه ياخد ايه؟ ما هو لا يمكن يروح يجيب ابدا. يبقى ياخد هنديله السدس مش هنديله عصبه. لان العصبه حط هيطلعه خالص لوجود الفرع الوارث. حط كمان اثنين كمان. عد الانصبه كده. 15 3 15 13. هنا كده المساله ايه؟ شوف هنا لا مش مظبوطه. يعني ايه مش مظبوطه؟ ما مش عارف مش مظبوطه ايه. ما هو ده العول بقى. يعني 3 و8 11 و2 13 و2 15. يبقى ال 12 دي عالت كام؟ 15. اشطب على ال 12 دي بقت كام؟ 15. في هذه الحاله الزوجه هنا بقى عالت المساله. عالت المساله عباره عن ايه؟ يبقى العول هو عباره عن ايه؟ زياده في السهام قابلوا ايه؟ ليه بقى نقص؟ كان الزوج كان بياخد ثلاثة. كان الزوج ياخد ثلاثة على كم؟ صاب بياخد ثلاثة على يبقى نقص ولا ما نقص؟ هكذا. يبقى هذا معنى ايه؟ معنى العول. العول هو زيادة في سهام الورثة. ها؟ يقابله ايه؟ يقابله نقص في الأنصبة. لذلك قال المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض من في الأصول التي يدخلها العول. طبعا يعني المفروض ان في عندنا باب بس هو مش ما ذكرهوش عندك. انا ذكر فقط طرفا فيه. نعم. اذا فهمنا هنا ان حجب النقصان شمل اربع انتقالات وثلاث ازدحامات. انتقال من فرض الى فرض اقل منه. انتقاله من 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 فرض الى من فرض الى 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 تعصيب. انتقال من فرض الى تعصيب اقل منه في حق الاباء مع الاجداد. انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه كالاخوات مع الاشقاء خلاف الاخوات مع البنات. والازدحامات في اصحاب الفروض كازدحام الزوجات. ازدحام في العصبات كازدحام الابناء في العصبات. او المزاحمه في العول اللي هو عباره عن زياده في الانصبه ونقص قابله نقصا في يعني في السهام. اذا هذا كله داخل في مساله ايه؟ زياده. ما هو لازم يكون الزياده في الاسهم تقابلها ايه؟ عكس العول الرد. الرد اللي هو ايه؟
اللي هو نقص يا في الأسهم يقابله زيادة يا في الأنصبة. يعني لو كان مثلا في الأصحاب الفروض، لا ما تجيبش حاجة عشان ما ندخلهمش ما نعجلهمش. لو أصحاب الفروض ما كملتش 12 مثلا، يبقى يعمل يبقى في عندنا رد ولا لا؟ تمام، في عندنا رد. نعم. ففي هذه يعني مثلا ماتت عن 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 زوج وبنت، ماتت عن 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 زوج وبنت لا ده يعني هتقول المسألة يعني هي ماتت مثلا وتركت، ماتت عن زوج خلاص ملاش حاجة إلا زوج، الزوج ياخد ايه؟ طب والباقي النصف الآخر هيوضع عليه. فهمت المسألة؟ نعم. فهنا مثلا هنا في ما يا مسألة هي في الرد، أبسط مسألة في الرد إنها ماتت ايه؟ ماتت عن زوج، طب الزوج ياخد كم؟ طب والباقي يعني نرد عليه، هنرد على الزوج. مثلا ماتت عن بنت وبنت ابن وخال، بنت وبنت ابن وخال، البنت تاخذ كم؟ النصف لعدم المشارك وعدم وجود وعدم معصب، وبنت الابن سدس تكملة للثلثين، والخال من ذوي الأرحام محجوب ليس له شيء. طيب نصف وسدس باقي ولا لا؟ باقي ثلث ولا لا؟ هنرد عليه بطريقة معينة، هنرد عليهم بطريقه معينه. ونوصي له قبل قسم، خليك 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 ده هذا موضوع اخر، تعلو في يا باب الوصايا، مش داخل معنا في باب الرد. يعني لو واحد كان وصي، احنا بنتكلم هنا على ايه؟ بنتكلم في باب الرد في المواريث، الوصيه تروح لباب ترجع تاني في الحصتين او ثلاث حصص قبل ذلك ترجع لباب الوصايا. لكن الكلام هنا ما هو الوصيه اللي بتخرج من المواريث قبل قسمه المواريث كما مر علينا. وعلى هذا نقول إن من أدلى بواسطة حجبته، إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة حجبته تلك الواسطة، مش كده؟ الجدة بتدلي بإيه؟ ماذا؟ بتدلي بأم، يبقى يحجبه إيه؟ تحجبها الأم. طيب والجد يدلي بمن؟ بالأبي. فالأب يحجبه ولا لا؟ يحجبه. زي يقول إن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، والإخوة الأشقاء يدلون بإيه؟ يدلون بالأباء. فالأب يحجب كذلك الإخوة، يحجب الإخوة الأشقاء. طيب حجبته تلك الواسطة، والأصول لا يحجبهم إلا الأصول. معنا عندنا أصول وفروع. الأصول اللي هو إيه؟ الأب والجد وإن، والفروع الابن وابن الابن وإن نزل. فالأصول يحجبها أصول، يعني الأب يحجب، يبقى الجد يحجبه من؟ الأب. والجدة تحجبها الأم، والفروع البنت تحجب بنت الابن، والابن يحجب ابن الابن. إذن والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم. البنتين يحجبوا بنت الابن. البنت لو كان معها بنت ابن يبقى هتكملها، هي تكمل. قال والحواشي تحجبهم. احنا بنتكلم على مسألة ايه؟ مسألة اذا توفرت المسألة في ذلك، فالبنت فبنت الابن تحجب كذا، فالابن يحجب ابن ايه؟ يحجب ابن الابن. هذا هو المقصود، ان الفروع تحجب لا تحجبه الا فروع اعلى منهم. والاخت الشقيقة تحجب الاخت الاب اذا 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 لم يتبقى من نصيب الاناث شيء. والاخوة الاخوة الاشقاء يحجبهم، والحواشي تحجبهم الاصول والفروع. ايه الحواشي؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأم تحجبهم إيه؟ أصول وفروع. فالأب يحجب الإخوة الأشقاء، والابن يحجب الإخوة الأشقاء، والإخوة الأم تحجبهم إيه؟ الأصول والفروع. الأب يحجبهم والابن كذلك يحجبهم. لذلك إذن هو يريد أن يدلل لك بأن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة لأم يرثون مع من أدلوا منهم وهو
وهي أمه. ما هو الإخوة الأم بيدلون للميت بمن؟ بأم. ومع فهذا خلاف القاعدة، هذا خلاف القاعدة العامة في المواريث، لأن الله جل وعلا جعل للإخوة الأم فرضا. والأصول لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع على منهم، فالابن يحجب ابن الابن. وإن كان الشيخ محمد المراغي له فتوى في مسألة الوصية الواجبة، وهو في وجود الأبناء والوصية الواجبة دي بتعمل بها المحاكم المصرية الآن. الوصية الواجبة إذا كان هناك أبناء وفي ابن ابن مع الأبناء، فهو الأصل إن الأبناء بتحجب إيه؟ تحجب ابن الابن. هذه القاعدة، القاعدة العامة، لأن استووا في الجهة، فالأعلى درجة يحجب الأنزل درجة، فالابن يحجب ابن الابن. الوصية الواجبة الشيخ محمد المراغي رحمة الله تعالى عليه فجعل هنا لو أن رجلا ترك أبناء وأبناء أبناء، فالأصل عند جماهير أهل العلم بأن الأبناء يحجبون، لأن هذا الفعل وارث الأعلى فيحجب الأدنى الأبعد. الشيخ محمد المراغي كان أفتى فتوى وهي الوصية الواجبة، جعل الثلث وصية واجبة. طبعا الثلث يعني في الوصايا تنفذ الوصية في خلال، في إذا كانت في حدود الثلث، تقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فالشيخ محمد المراغي أفتى أن أبناء الأبناء الموجودين هذه يأخذون الثلث بالوصية الواجبة، والمحاكم المصرية بتعمل بكده، بتعمل بهذا الأمر، وهذا خلاف القاعدة العامة في المواريث. جماهير العلماء لا يعملون بذلك، جميع أهل العلم، يعني هذه القاعدة العامة في المواريث بأن الوارث الأعلى يحجب الوارث الأدنى. فعلى ذلك فلو في أبناء وأبناء الأبناء، فعند جماهير أهل العلم فأبناء الأبناء لا يرثون مع الأبناء. لكن الشيخ محمد المراغي كان له فتوى هنا في مسألة الوصية الواجبة، والمحاكم المصرية بتأخذ فتوى الشيخ محمد المراغي. ولذلك في إعلام الورثة، لو 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 هناك إعلام ورثة وفي أبناء وفي أبناء أبناء، فيجعل الثلث ل من منطلق الوصية الواجبة. نعم الثلث. نعم استند الى انه يعني الى ان اباهم توفي وهم نسل من ابيهم. طبعا الكلام اجتهاد في مقابل القواعد العامه المعمول بها، فلذلك يعني هذه الفتره لا يعمل بها الا هنا، الا في هذه البلاد، والا فالقاعده العامه في المواريث بان الابناء يحجب، بان الابن الاعلى يحجب الابن الادنى. اخو الابناء دوت مين هو على اساس ان هو يقول بان اباهم مات وهو وكان واحد من هذه الابناء، فجعل ابناء ياخذون الثلث في يعني جعل لهم وصيه واجبه اللي هي في مقدار الثلث، على ان الميت لو اوصى بالثلث ينفذ وصيته. نعم فجعل لهؤلاء الوصيه الواجبه، فجعل لهؤلاء الوصيه الواجبه. ممكن يكون هذا. هناخذ بعض المسائل على باب على مسائل الحجب. نعم الحواشي والحواشي. نعم طيب الحواشي اللي هم اصول ولا فروع، يشمل ايه؟ يشمل الاخوه الاشقاء او الاخوه لاب او الاخوه الام. نعم هذه كلها لا هي اصول ولا هي فروع. وكذلك يشمل الاعمام ايضا هذه اللي هي اصول. اصل الاصول اللي هي الاب وان عالى، والفروع الابن وإن نزل. خلاف الأصول الفروع يسمى إيه؟ يشمل الإخوة الأشقاء، يشمل الإخوة لأم، يشمل الأعمام، كل ذلك. الفروع والأصول تحجب إيه؟ الحواشي. تحجب الحواشي. ما هو الحواشي تحجب يعني الإخوة الأشقاء، ما احنا اتفقنا مرة علينا هذا الكلام قبلا. طيب هناخذ أمثلة على مسألة على الحجب. مات عن اب وبنت، اب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن. مات عن اب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن. اب وبنت وابن وعم
وجد وبنت ابن، ستة من الورثة. تفضل شيخ سيان. تعال يا شيخ، تعال تعال. لا انت حل المسألة دي، اطلع حل. مات عن اب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن، تفضل حل. انت اكتب اكتب اللي انت شايف، ما تقوليش بقى اكتب بعدين احنا نشوف انت انت هتعمل ايه. ففكر كده، الاب ياخذ كام؟ السدس. لماذا؟ الوجود الفرع. اكتب خلي جنب في في المربع بعد. اه السدس. طيب والبنت والبنت والابن عصب. اكتب عين عصب. لا في الناحيه في المربع بعد. اه عين كبيره ماشي. طيب والعم؟ العم محجوب بالابن. اكتب مين؟ ومحجوب بالابن ومحجوب بايه كمان؟ بالبنت. محجوب بالاب مش 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 بالبنت. البنت ما البنت ما تحجبش العم. العم حواشي، يبقى يحجبه ايه؟ الاصول والفروع اللي هي يحجبه الاب ويحجبه الابن. طيب والجد؟ الجد محجوب بالاب. الجد محجوب بالاب لان الاصول بتحجب هي تحجب الاصول. طيب وبنت الابن؟ بنت الابن محجوبة بالبنت. بالضبط، ملهاش ملهاش مواريث، يبقى محجوبة بالبنت بفرع الوارث الأعلى. يبقى مسألة من كام؟ من ستة. طيب اتفضل. ستة. ها الأب بياخد كام؟ الأب بياخد واحد. اكتب. طيب والخمسة بقى الخمسة. اكتب خمسة ايه؟ طب اكتب خمسة، تخايف ليه؟ في النص. اه في النص. اه صح المسألة، صح. البنت والابن دي كيف نصححها؟ للذكر مثل مثل حظ الانثيين. الابن ده الابن يمثل كم بنت؟ اثنين. يبقى الابن يقابله بنتين ومعاه بنت، يبقى كم؟ يبقى اكتب ثلاثة. ايه؟ جنب العين. اكتب جنب العين ثلاثة. اه في ثلاثة. صح المسألة بقى. اضرب في ثلاثة. اكتب. اكتب. ماشي. طب بقى اضرب كل في ثلاثة بقى واضرب واحد واحد. لا يبقى يبلغ عنك الشرطة. اكتب والله كمان. طب ضيع ناس. لا اضرب في ثلاثة واحد كذا. مش اضرب. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ مش احنا بنضرب عشان نصحح نطلع الأنصبة أرقام صحيحة؟ فهنضرب. فأنت لو ضربت لو ضربت المقام في ثلاثة يبقى لازم تضرب كل البسطة في ايه؟ في ثلاثة. عشان تحافظ على الـ على الـ على يعني المواريث. أنا فقط عشان نصحح المسألة. اتفضل. كده فعلا ثلاثة؟ أيوه. وعشرة وخمسة. اكتب. صح. خمسة وعشرة. خليه يكتب كده بس عشان أبلغ عنه في الآخر. الناس كلها في كتير النهارده بيبلغوا عن أي واحد. يعني مفيش أي حاجة، الله المستعان، بدون شيء. لكن عندنا أشياء إيه؟ مستعان. فهمنا المسألة؟ يبقى هنا عندنا الأبي أخذ السدس لماذا؟ لوجود. خلينا نحلل المسألة. لماذا أخذ الأب السدس؟ لوجود الابن، فانتقل من الفرض إلى الى 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 التعصيب. والبنت انتقل من التعصيب الى الفرض. والبنت مع بنت والبنت مع مع الابن انتقلت من الفرض الى التعصيب. لذلك العم محجوب لوجود الاصول الاصل وهو الاب. والجد محجوب لوجود الاب. نعم. وبنت الابن محجوبه لوجود الفرع الوارث الاعلى. كان مساله. طيب تفضل. لا خليني انا بتكلم على هذه المساله في العولي. ايه في العولي؟ الاب انت اللي اديله فرض وانت اللي عصبت. يعني الاب لما يكون اذا الاب مع الابن هينتقل من الفرض الى من التعصيب الى الفرض الى السدس. لكن اذا لم يكن معه ابن هيخليه يعصب عشان ياخذ اكثر مني من السدس. مش هنقلله عن هذا. نعم. مات عن بنتين. مساله ثانيه. مات عن بنتين وبنت ابن واخ لاب واخ لام واخت شقيقه.
مات عن بنتين وبنت ابن واخ لاب واخ لام واخت شقيقه. ليش عم بتجي عشان الاذان؟ لا في كمان، في عندك بنتين وبنت ابن واخ الاب واخ الام واخت شقيقه. اه واخ الام كمان انت كاتبه اهو. ماشي. طيب مين يحل المساله دي؟ لا خليك كده شيخ ابراهيم. تعال شيخ ابراهيم، تعال شيخ ابراهيم. لا يوضح. تعال اتفضل اتفضل يا اخ ابراهيم. ايه اللي مثلا؟ بس علي صوتك. البنتان لهم الثلثين. طيب ماشي. لعدم المعصب والمشاركه. يعني وجود المشارك. طيب طيب وبنت الابن؟ بنت الابن محجوبه بالبنت لاستكمال نصيب البنات الثلثين. تمام ماشي. والاخ الاب؟ اخ الاب واخت الشقيقه. طيب الاخ الام محجوب بالفرع الوارث. طيب مين؟ لانه لا يرث الا في حاله الكلام. طيب يعني الاخ الام هنا بيحجب لوجود الاصول، وجود الفروع، وعندنا هنا اصول ولا لا، فحجب كذلك الاخ الام. طيب وبنت الابن محجوبه لاستكمال نصيب الثلثين في الفرع الوارث الاعلى. والاخت الشقيقه؟ الاخت الشقيقه ويا الاخ الاب. كمل بقى المساله يا شيخ ابراهيم، انت هتقف في بتاعه كده حل نصفها ونصفها. لا كمل اكمل. الاخ الاب ده المفروض هيبقى العصب. ايوه. الاخت الشقيقه لها النصف. اه لها النصف. كمل لي كده. مع البنات المعصبات. ايوه. الاخت الشقيقه مع البنت هتبقى دول اثنين عصب، ويبقى الاخ الاب محبوب. امسح انت كاتبه ده بقى. ده يعني شيخ ابراهيم يعني انت اكتب اكتب هنا هنا الاخت الشقيقه هتعصب مع البنات. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. دي عصبه مع ايه؟ مع الغير، لانها هتتحول هتكون بمنزله الاخ الشقيق، فهتحجب من؟ فهتحجب الاخ الاب. يبقى الاخ الاب محجوب والاخت الشقيقه هي العصبه. يبقى على ذلك العصبه البنتين لهم ايه؟ اكتب اكتب انت كاتب عين فين ده؟ ايه اللي عندي؟ الاخت الشقيقه شيل شيل العين دي عصبه. اكتب 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 ثلثين هنا. شوف العصبه فين؟ العصبه هنا هنا معاها هنا. يبقى المساله من كام؟ ثلاثه. اكتب المساله من ثلاثه. اثنين للبنتين وبنت الابن محجوبه والاخ الاب محجوب، وواحد للاخت الشقيقه والاخ الام يا محجوب. يبقى المساله من كام؟ من ثلاثه. فهمنا المساله؟ فما لا يعني ما يعني لما تجد عندك ورثه امشي امشي مع مساله خطوه خطوه، وعندك القواعد اللي انت ماشي عليه. فهنا هنا اخونا ابراهيم كان هيقع في خطا شديد، انه كان هيجعل اخ الاب يعصب والاخت الشقيقه محجوبه. كيف يكون الاخت الشقيقه محجوبه وهي اقرب من الاخت الاب؟ فالاخوات مع البنات عصبه مع الغير، فحينئذ هتتحول الاخت الشقيقه الى تعصب تاخذ باقي المال مع بعد البنات، فتكون بمنزله الاخ الشقيق، فيحجب الاخ الاب. يبقى على ذلك يبقى البنتين لهم الثلثان، بنت الابن محجوبه لاستكمال لوجود الفرع الوارث الاعلى، الفرع الوارث الاعلى ولاستكمال نصيب الاناث. الاخ الاب محجوب بالاخت الشقيقه، الاخت الشقيقه عصبه مع البنات عصبه مع الغي. الاخ الام محجوب لوجود الفرع الوارث. يبقى مساله من كام؟ من ثلاثه، اثنين للبنات واحد للاخت الشقيقه. فهمت المساله؟ قد بقي لنا مساله في باب الحجب، وهو مساله أو هي ملاحظة، وهي ليس مسألة، وهي يعني ملاحظة. هناك أخ يعني يكون أخا يعني مباركا على أخته، وهناك أخ هو أخ مشؤوم على أخته. فالأخ المبارك هو الذي لولاه بعد الله لما ورثت أخته. الأخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت أخته، أي يا من الميراث. صورته مات عن بنتين
وبنت ابن وابن ابن. سورة الأخ المبارك هذه مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. ده شرح تحل المسألة. تشيل الكلام ده. انظر كده مسألة كده عندك. بنتين مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن. طيب. بنت اثنين وبنت ابن وابن ابن. لو أردنا نحل المسألة البنتين ياخذوا كم؟ طيب الثلثين. لماذا؟ للجمع وعدم المشارك، لوجود المشارك وعدم المعصب. طيب وبنت الابن وابن الابن. لولا 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 ما قدره الله ان بنت الابن اصلا نصيب الاناث يعني اكتمل، فلولا وجود ابن الابن دي يبقى هنا لو وجود الابن الابن ده هو ده الاخ المبارك، خلاها تعمل ايه؟ تكون عصبه مع اخيها، فهتكون عين هنا. يبقى مساله من يعني من ثلاثه، البنتين هياخذوا اثنان، هياخذون اثنين، وبنت ابن وابن ابن هياخذوا الواحد. هنصح المساله. المساله من كم؟ يا من ثلاثه، من ثلاثه، من تسعه، من ثلاثه يا شيخ. طيب ماشي بثلاثه، يبقى مساله من تسعه. ايه اللي جاب سته دي؟ تسعه؟ انا سمعتها سته؟ ولا انت قلت سته وبعدين تسعه؟ طب وانا مالي انا من الكلام ده؟ ثلاثه، وهنا البنت الابنه تاخد ايه؟ واحد، وابن الابنه ياخذ اثنين. يبقى هذا الاخ المبارك الذي لولاه بعد الله سبحانه وتعالى لسقطت اخته. طيب ده اخ ايه؟ يبقى انت تعرف الاخ المبارك. ما هو الاخ المبارك تعريفه؟ الذي لولاه لسقطت اخته، صورته بنتين وبنت ابن وابن ابن. خلاص وجود ابن الابن ده هو الذي خلى جعل بنت الابن ترث، والا لم تكن لولا الله سبحانه وتعالى ما قدره لوجود اخيها لما ورثت. الناحيه الثانيه هي الاخ المشؤوم، والاخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت اخته، مش لسقطت، لورثت اخته. فيسمونه في المواريث الاخ المشؤوم، لانه لولاه هو الذي لولاه لورثت اخته. مات عن زوج واخت شقيقه واخت الاب واخ الاب. لو سمحت كده شيل يا اخ الاب، شيل كده، ما تكتبش اخ الاب دلوقتي. هنقول مثلا لو هو مات، هو عدم مع عدم وجود الان، ماتت عن زوج واخت شقيقه واخت الاب فقط. خلينا هكذا. يبقى لما نحل المساله، نحل المساله كيف نحل المساله؟ للزوج له كم؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب واخت الشقيقه النصف لعدم الفرع الوارث وعدم معصب وعدم المشارك. اكتب نصف. الاخت الاب تاخذ كام؟ الثلث. تكمله الثلثين، مش كده؟ حط بقى اخ الاب. اخ ها، حط اخ الاب هنا. ايه اللي يحصل هنا بقى؟ احنا عندنا الان المساله تكونت من ايه؟ من زوج واخت شقيقه واخت الاب واخ الاب. الزوج ياخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والاخت الشقيقه النصف لعدم المعصب وعدم فرع الوارث. طيب وقت الاخ بالاخ الاب هيعصبها، تعصب كده المساله، هيعصبها كده. اكتب ايه؟ طب يبقى الزوج ياخذ كام؟ واحد، والاخت الشقيقه واحد. طب والعصبات؟ لا شيء له. يبقى هذا هو الاخ المشؤوم. لو لم يوجد هذا الاخ ده كنا ادينا اعطينا الاخت الاب ليه؟ يبقى المساله هيحصل لها ايه؟ احسن، تعول المساله. هتعول المسألة من 12 إلى كم؟ إلى 13. هتعول المسألة إن في هذه أنا هنعطي الأخت الأب السدس. فهيبقى يكون زيادة عندنا نصف للزوج ونصف الأخت الشقيقة وسدس الأخت الأب، فهتعول المسألة إلى 13. لكن مع وجود الأخ الأب ده هو ده الأخ المشؤوم الذي لولاه لورثت أخته. إذا فهمنا يا الأخ المبارك. ها؟ نعم، انت هتسأل عن الكلام ده.
وفهمنا الاخ الاخ المشهور الاخ المبارك هو الذي الذي لولاه لسقطت اخته صورته بنتين وبنت ابن وابن ابن. الاخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت اخته صورته زوج اخت شقيقه واخت الاب واخ الأب. عندكم مسائل الان هتوزع عليكم ان شاء الله، ونقف عند المساله السابعه وهي ميراث، وهي ميراث ذوي الارحام.